تفتكروا محل ارتكيه اللي صورت لكم هو المره اللي فاتت؟ الحين جاي عشان استلم عبايتي، طلبت 2 أجار من الجرانولا. الياس هذه المجموعة، هذا ورد قرنفل، هذا أساس مائي، يعني استخدامه بشكل عام يكون للجلد، ويكون يعني زي الوايت ميسك لما نستخدمه. الوايت ميسك تقريبا في نسبة من الزيت، ويستخدمه في نسبة من الزيت. هذا ما في نسبة من الزيت. ما في. الورد والقرنفل. خلاصة ورد قرنفل. بالضبط، مع ماء. مع موية بس. طب شو مريحته؟ والعطور الزيتية اللي تكون زي هذه. هذه ايه؟ هذه طبعا حلوة ريحته. عبارة عن معمول عبارة عن نعناع ولافندر والمرمية مرمية دهن ورد زيتي، ورد وقرنفل، ورد وقرنفل، ورد وقرنفل الأساس زيتي كله بالأوردر. إيه حتى هذا. والثالث إيش؟ الثالث اللي هو هذا حرية ترينتس باي. هذا معمول من البرتقال بابون وقرفة وبرتقال اللي هو اللي يسموه النارنج أو النارنج أي البرتقال الصغيرة أي هذه أعشاب. هنا في عندك مال في اللي هو الكسكس. هذا إيه؟ خليط بصراحة مرة رائع. ليش؟ تحب تشرب برتقال مرة رائع كشاهي. ريحته تجنن. أيوة ريحته دوم مرة حلوة. هذا اللحم مع الزعتر وفي اللي هو الوايل تشيلي. فلفل متوسط الحرارة. حلو. لافندر طاز. البرية جاية على طول يعني ما هو شو اسمه ما هو مجفف ولا حاجة لسه تقدر تشوفيه طري كمان مرة طري. مرة حاجة. هذيك بهارات الشوربة. فظيعة هذه البهارات جربتها. هذه حتى مع الإدامات كانت تطلع لذيذة. العصايات هذه مرة حلو الفكرة من البامبو مع العصير هذه نستخدمها ونرميها ولا تتغسل يعني تتغسل بس قبل ما تستخدميها لازم تغسليها قبل الاستخدام غسليها تغليها او مو تغسليها تغليها اغليها 3 دقائق بس اول مرة وبعد كده غسيل عادي موية وصابون مرة عجبتني الفكرة
يا سلام، شوفوا شو صني من تي بارتي جارة القمر، شغلة يجنن ودايما كده تدلاني بحاجات حلوة.